السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بروجكت بيزنس شامبلان ده تبع نيوزيلندا، لو حد ناوي يروح نيوزيلندا فمهم جدا ان هو يكون عارف الكود دوت. ده ملحق بالكود، فهتلاقي الكود والشرح بتاعه كل حاجة على قناة بالمربي. طيب اول حاجة لازم تكتبها ايه؟ لازم تكتب اسم المشروع، اساس لما حد يفتح كده يعرف اسم المشروع ايه، وصف المشروع، المكان بتاعه فين، مين المقاول، مين الاستشاري، المدة بتاعته امتى، وهكذا. كل المعلومات دي لازم تكون موجودة. بعد كده مراحل التسليمات بتاعت المشروع، المفروض ان هي من كذا لكذا، هبدأ اسلمكم الديزاين، هبدأ اسلمكم شوب دروينج وهكذا. وبعد كده ارقام وايميلات اهم الناس اللي شغالة في المشروع، يعني مش هحط كل اسامي الناس اللي شغالة في القسم المعماري او قسم الانشائي، لا، واحد من كل قسم مثلا هو المسؤول عن التواصل مع بقية الاقسام. طيب تركيزنا ان احنا نعمل ايه من الموديل دوت، واكيد احنا هنعمل 3D. طب ايه تاني؟ 4D 5D. طب لو عايز كل حاجه في البيم هتكلفك كتير، فانت لازم تبقى محدد ايه اللي انت عايزه ومتفق عليه. طيب بعد كده ده الاستخدام بتاعت البيم، مثلا هنعمل منه ديزاين ريفيو، هنعمل 3D كوردينيشن. طب ايه الاقسام بينها وبين بعض؟ طب ايه الادوات اللي هنعملها؟ طب لو في اي تعليق معين هنشتغل عليه. طبعا انت هل لازم تلتزم بالكلام دوت؟ لا طبعا، انت كل مشروع بتتفقوا مع بعض على الحاجه. يعني على سبيل المثال هنا مثلا بيقول لك احنا هنشتغل مثلا بالريفت، لا احنا هنشتغل بالاركيكات، مش لازم. طب انهي اصدار؟ احنا في 2020، هنشتغل 2020 وهكذا. فتبدا انت تقرر، ما تخليش حد يقرر لك. تمام. دلوقتي بقى كل قسم هيبقى اركيتكتشر، طريقه تسميه الملف هتبقى عامله ازاي وهكذا. وطبعا بنحط طبعا الاكس والواي بتاعت المشروع، الستاندرد اللي احنا نشتغل عليه. طبعا هنا بيقول لك شغال بالكود الايسلندي، احنا بنشتغل طبعا بالكود المصري. دي الميتنج اللي موجوده، طبعا احنا عندنا ميتنجات كتير، واكثر حاجه بتضيع الوقت الميتنجات ديت. طيب هنا مثلا بيقول لك ايه؟ ان احنا عندنا حاجه اسمها كيك اوف. كيك اوف يعني مش بنضرب بعض، لا، ده كيك اوف ده يعني هو اول لقاء كده بيننا وبين بعض، وده بيبقى حلو قوي. فعشان كده تلاقي الرؤساء الاقسام هم اللي بيحضروا ومبسوطين وياكلوا جاتوه وكل حاجه، وبعد كده لما بيجوا يدخلوا بقى في التفاصيل والشغل وكده بيبعتوا لنا احنا الناس المطحونين نخبط في بعض. تمام. طيب وهكذا بتقول له اللقاء ده مثلا هيبقى اسبوعي، هيبقى شهري، هيبقى مرتين في الاسبوع، طب هيبقى سكايب، طب هيبقى لا هتيجي الموقع، وهكذا نبدا نتفق الطريقه. وبعد كده التسليمات نفسها، هتسلم لي PDF، هتسلم لي نضيف، هسلمك نضيف، هسلمه IFC وهكذا. الكواليتي كنترول، ايه الحاجات اللي هتتفحص وهتفحص ازاي، ومين المسؤول عن الفحص ومين المسؤول عن الكومنتات.